السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم أنا أخوكم أحمد اليماني في حلقة جديدة من تصانيف الأنمي، ومعنا اليوم التصنيف الكوميدي. خلونا نبدأ. عندنا اليوم أحلى أنميات الكوميدية بوجهة نظري، بوجهة نظر القناة وطاقم العمل على الحلقة. فإذا اختلفنا في وجهات النظر لا يفسد الود في القضية. طبعا خلونا نسمع آراءكم عن أحلى الأنميات الكوميدية في الكومنت تحت، وخلونا نشوف. معنا كالعادة 10 أنميات، حنبدأ نرتبها عشوائي، مش بالأحسن لكن فقط ترتيب عشوائي. المركز الأول معنا أنمي جنتاما، المركز الثاني معنا أنمي سيتونو هانيومي، هذه صورته إذا ضيعت اسمه عشان تشوفونه. المركز الثالث جريد تيتشر أونيزاكي، ومعنا المركز الرابع ساكاموتوكو، أنمي ساكاموتو. ومعنا في المركز الخامس أنمي هاتراكو ميو سما، ومعنا في المركز السادس انمي اسمه صعب جدا. طب اقوله لكم بالانجليزي Daily Lives of High School Boys، يعني معناه الحياة اليومية لأولاد الثانوية، حياة اليومية لأولاد الثانوية. Good. الانمي السابع انمي هايوري، والانمي الثامن معانا لليوم انمي أوسوماتسو، والانمي التاسع معانا اليوم أوران هاي سكول هوست كلاب. هنتكلم اليوم عن ثلاث انميات. طبعا انا وعدت شخص في حفل من الحفلات اني اتكلم عن انمي سيتونو هانايومي، انمي جدا رائع كوميدي، يتكلم عن فتى راح في صيفية يزور جدته، كان يحاول يسبح وغرق وانقذته حورية. طبعا مبدأ الحوريات اذا انسان قدر يستطيع انه يتعرف على الحورية فلازم تموت الحورية او يصير هذا الشخص من العائلة. لا 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 لا، فتبدأ تصير أحداث كوميدية. طبعا الحورية والولد كلهم في المدرسة الإعدادية والمتوسطة، ففي كمية ضحك خيالية مجنون الأبعد حد. طبعا اكتشفت أنه في الآخر أنه أنمي مدرسي، أنا ما كنت أدري أنه حياة مدرسية. طبعا معلومة، أغلب الأنميات الكوميدية اليابانية مدرسية. الأنمي أصدر عام 2007، تقريبا ما بين 25 إلى 30 حلقة، كوميدي ساخر جدا جدا بحت. طبعا يعتبر من تصنيفه خيال لانه فيه حريات. طبعا تقييم الانمي هذا والانميين اللي حتكلم عنهم لا تقل عن 7، كلها 7 إلى 9، ما في ولا انمي اخذ 10 بس كلها من 7 إلى 9. طبعا انصح بمتابعته اكيد، طالما اني قاعد اعطيك اسمه واعطيك معلومات عنه اكيد اني انصح بمتابعته. الانمي الثاني اللي حنتكلم عنه اليوم اللي هو الحياة اليومية لطلاب الثانوية. طبعا الانمي جدا كوميدي ورائع، يتكلم فيه ثلاث شخصيات رئيسيه، ثلاث شباب. طبعا الانمي متميز في قصله فريده انه ما في اي دراما، فقط سخريه. يعني الحلقه الواحده فيها 15 او 16 مشهد ما لها علاقه في بعض، كل مشهد لحاله. طبعا انمي ساخر جدا وما في له اي نوع من الرومانسيه. تصنيف الانمي شريحه من الحياه، سلايس اوف لايف وشونن وكوميدي ومدرسي. طبعا معلومة عن هذا الانمي انه له اكثر من موسم، فما اعرف عدد حلقاته كامل لاني ما تابعت الا موسم واحد وعجبني وقررت اني اقدمه لكم. ومعنا الانمي الثالث واخر انمي في هذه الحلقة هو انمي جنتما. طبعا جنتما طبعا جنتما ما احتاج اشرحه، انمي غني عن التعريف، معروف وماخذ في اغلب مواقع التصنيف المركز الاول في الكوميديا. طبعا يستحق تصنيف هذا انمي جنتما اكثر من ثلاث مواسم، كل موسم عبارة عن قنابل مضحكة وممتعة لأبعد حد. طبعا الموسم الاول كان سخرية بحتة وما كان فيه اي قصة، لدرجة انه سألوا الكاتب ايش هدف الانمي، قال ما ادري. فاذا الكاتب ما يدري ايش القصة احنا كيف نشوف دراما، بس فعلا كان جيد وكوميدي لأبعد حد. طبعا بدأت القصة بعد كذا في الموسم الثاني، بدأت يطلع ماضي البطل اللي هو جنتوكي الى اخر الحلقات اللي توقف في الموسم الثالث الان. طبعا انمي جدا رائع وكوميدي وشيق لابعد حد، فنعم انصحكم تابعونه بشده. معلومه مهمه عن جنتما، جنتما ما يتبع تصنيف معين، فيه دراما، فيه شريحه مدرسيه، فيه ساموراي، فيه كوميدي، فيه شونين، فيه كل انواع التصانيف، لأنه كوميدي ساخر ويسخر من جميع الأنميات. في مشاهد اللي له في العادات الثقافة اليابانية ويشوف الأنميات ويدقق يتريق أو يحش
او يهزئ جميع الكتاب وجميع الانميات. بجد بجد روعه. ولهنا يكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ونالت اعجابكم، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وفي النهايه اقول سمي مسين على التاخير، ونشوفكم على خير.